نبدأ نشتغل مثلا أول شهر ممكن مضمضة، بعد كده بنستخدم مثلا مع الولاد حاجة اسمها لو موتور أو موتور خفيف جدا. موتور الخفيف ده بيبقى حاجة ناعمة خالص بس بتنظف السنان بشكل مبدئي، بس مش هو ده اللي أنا بفاينل بيه إيه العلاج اللسه بتاعي. الموتور ده بيبقى خفيف سهل ما فيهوش ميه كتير، فبالتالي المريض او الشخص يقدر ان هو يستقبله بسعه صدر اكتر. لكن مثلا مع الناس الاصحاء عادي انا ممكن استخدم الموتور اللي هو لازاله الجير على طول مره واحده وما فيش مشاكل منه. فترتيب وكيفيه العلاج هنا وهنا بتختلف. نيجي مثلا لفكره انه انا يكون عنده سنان مثلا كتيره مسوسه، او مثلا عنده ازاي ده شخص عنده حاجات مسوسه وده برضو شخص عنده اسنان بيها تسويس. طيب ايه هنا يعني اني اكتر اني نسبته اكتر؟ طبعا نسبه ذوي القدرات الخاصه بتبقى نسبه عنده بنسبه تسويس اعلى من الطبيعي. طيب ليه اعلى من الطبيعي رغم ان دي مش حاجه ملهاش اي علاقه مثلا خالص بانه ممكن يكون عنده مرض او حاجه، بس هو بيكون عنده مرض بينشف الريق بتاعه او حاجه اسمها السلايفا اللي هو اللعاب اللي جوه الفم. فبالتالي لما اللعاب ده بيقل وبيكونش موجود في الفم بطريقه كتيره، ايه اللي بيحصل؟ بيسبب ان البكتيريا بتشتغل اسرع واكتر، فبالتالي السنان بتاعته تسوس اسرع. طب هنا العلاج، هنا اول حاجه في العلاج ان لازم اديله حاجه تعويضيه للريق او حاجه تعويضيه تخلي ان يكون على طول في بقه في ريق، لانه ما ينفعش لان انا لو قعدت اعالج سنانه مثلا المسوسه بدون ما انا اعالج السبب الرئيسي للتسويس انا كده مش يعني كل ما اعالج سنه هتبقى السنه اللي بعدها هتبوظ. ليه؟ لان السبب الرئيسي انه ما فيش ريق وما فيش ميه متكافيه موجوده في الفم، هي دي اللي هتسببها. في اولاد بتبقى اوريدي ده طبيعتهم، وفي اولاد تانيه بتبقى مشكلتهم ان هو على طول فاتح بقه فعلى طول ريقه ناشف. في اولاد بتبقى مشكلتها ان هي على طول بتاخد ادويه مثلا زي الابيلبسي او الناس اللي عندها صرع، فبتاخد على طول الادويه. الادويه دي غصب عنها احدى السايد افكت او احدى الحاجات اللي بتسببها ان هي بتنشف ريق الشخص. فبالتالي الطبيب هنا بيكون واعي ايه السبب الرئيسي للحاجه دي. لكن مثلا لو جالي شخص صحي وعنده تسويس ولقيت ان الدنيا عنده تمام، خلاص هشيل التسويس ونحط الحشو الطبيعي او الحاجه اللي المفروض تتعمل وخلص الموضوع على كده. تمام، دي من ضمن الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها كويس جدا. زي مثلا برضو فكره التركيبات، صح انا فعلا ذوي قدرات خاصه انا ممكن اركب لهم سنان تعويضيه بس مختلفه وماتيريال مختلفه او خامات مختلفه عن الناس اللي انا هستخدمها في الناس الاصحاء. انا الخامه الولد مثلا اللي هتيجي استخدمها له لازم تبقى مريحه، لازم تبقى لينه، لازم تبقى طريه، لازم لما الولد يجي يعض عليها ما تطلعش مثلا من بقه بطريقه بسهله. غير مثلا الشخص الصحي انا اقدر اديله تعليمات اقول له خلي بالك مثلا ما تاكلش عليها حاجات ناشفه، خلي بالك لو وجعتك تعمل كذا، او مثلا تاخد الدواء الفلاني، او لو في حاجه زي كده تيجي تقول لي، لان ولادنا مش عاده بيعرفوا يعبروا عن الالم اللي بيبقى جواهم. فانا كطبيب لازم اكون واعي كويس جدا للخامه وللحاجه المستخدمه، وان خطه العلاج بتاعتي تكون خطه جذريه. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اقول انا هعمل الحاجه الفلانيه او هعمل الحشو الفلاني ويا نجح يا ما نجحش، 50% نجح او 50% فشل. لا، غير الناس الاصحاء انا ممكن احشي لحد اقول له خلي بالك السنه دي لو وجعتك تاني خلاص هنشيل ده ونعمل الحاجه الفلانيه، او نعمل مثلا حشو العصب. لكن مع الولد او مع اولادنا لازم الطبيب يكون واعي انه يعمل حل جذري، ولازم الام او الاهل او الكير جيفر او الشخص اللي معاه يكون عارف كويس قوي ان انا محتاج اعمل علاج جذري. يعني علاج خلاص هو مثلا هحشي، يبقى انا هحشي الحشوه دي هتعيش معاه مدة طويلة، أو أضمن إنها تعيش معايا مدة طويلة. هخلع، يبقى أنا هخلع لأنه خلاص الحل بتاعها حل ما ينفعش يكون حلول وسطية. وبالتالي أولوية العلاج بتبقى مختلفة تماما. يعني أنا ممكن ناس أخلع لهم الأول، ناس لا نقول نعالج لسه الأول، ناس نقول لا إحنا نعمل لهم التركيبات دي أحسن من الناس دي. فكل حاجة ليها طريقتها، علشان كده دايما أنا بنصح أن الناس تروح لطبيب أسنان متخصص للرعاية الخاصة، لأن حتى خطة العلاج بتاعته هتبقى مختلفة تماما.
نيجي لحاجة مهمة جدا زي ان هي نتيجة ان الولاد بياخدوا مثلا ادوية صرع او ان هو بيكون اوريدي عصبي جدا زي مثلا مرضى الاوتيزم بيبقوا عصبيين جدا وعناف، فتلاقي الولد على طول النهار بيجز قوي قوي على سنانه، يقعد يجز على سنانه او مثلا غضبان ويا حرام مش عارف يعبر او مش قادر انه يتكلم ويقول مثلا انا زعلان انا متضايق او يعبر عن حزنه او غضبه، فتلاقيه على طول بيعمل ايه؟ يجز على سنانه. فدايما الام تيجي تقول لي ايه، انا ما اعرفش بصراحه ايه حل الجز ده او ده ليه بيعمله. الجز ده كان سببه حاجتين، يا اما الولد بيعبر زي ما قلنا او ان هو بيكون بياخد دواء غصب عنه الولد بيخليه يعمل الحركه دي. طيب هل في حل هنا؟ طبعا في حل، ده كتير جدا من الامهات او من الاهالي مش بيكونوا عارفين. ده في حل، حاجه اسمها نايت جارد او حاجه كده بتتحط، الدكتور بياخدها مقاس بسيط جدا، حاجه يعني اجراء فعلا ما بياخدش اكتر من دقيقتين، اجراء بسيط سهل وكمان بيفيد المريض جدا. ليه؟ انه يحافظ على السنان اللي هي بدل ما عمال يجز عليها وتتبرد. بعد كده الحاجة دي الدكتور بيقدر يتحكم فيها، بتبقى حاجة بلاستيكة شفافة زي ما هتبان في الصور عندكم، بلاستيكة شفافة لينة جدا طرية أقدر أحركها يمين شمال، المريض بتبقى حاجة ناعمة جدا جدا. دي لما بتتحط على السنان بتخلي إن حتى لما المريض يعض على سنانه جامد جدا ويجز قوي غصب عنه تلاقي برضو السنان محمية. طيب ايه اللي هيحصل لو انا او مثلا انا كاهل او انا كبيرنت ما اهتمتش بالموضوع؟ دايما بيجوا عندهم حساسيه. يعني ايه؟ يعني تلاقي الولد من كتر ما هو بيجز على اسنانه طبقه المينا اللي فوق اتاكلت خالص وبتظهر اللي الطبقه اللي تحتها وهي الدنتين. الطبقه دي مشكلتها ان هي تبقى حساسه جدا جدا، فتلاقي الولد مثلا يشرب ميه يعمل كده اهو، يعني مش قادر يستحمل، بس مجرد ما المية مثلا اتبلعت خلاص يرجع لحياته الطبيعية جدا، ومش بيستحمل الهواء. تلاقي برضو مثلا هو بيتاوب، هو بيتكلم او هو فتح بقه لأجل اي سبب تلاقيه في سنة ألم. فبالتالي احنا لازم نحافظ على طبقة المينا، لان المينا دي اقوى حاجة في جسمنا تقريبا. انا عايز اقول لكم ان المينا دي مكوناتها اقوى من العظم، فاحنا ربنا مدينا حاجة كبيرة جدا وحاجة غالية قوي قوي اسمها المينا، فاحنا محتاجين نحافظ عليها. فزي ما انا قلت لو الولد بيجز او ان هو عنده بياخد دواء بيخليه يجز، احنا ممكن نستخدم النايت جارد دي. النايت جارد دي الدكتور يقدر ان هو يشوف سمكها حجمها المادة بتاعتها، ودي بتبقى حاجة سهلة قوي وطرية الولد يقدر ان هو يتعايش بيها. مختلف، هل مثلا النايت جارد دي ما اقدرش استخدمها للناس الطبيعيين؟ اقدر استخدمها بس استخدام مختلف واسبابه اسباب مختلفة. ممكن يكون الشخص الكبير مثلا بيتعرض الى ضغط في الشغل، ضغط في الدراسة، او هو مثلا بيمر بوقت صعب نفسي، ممكن هنا يجز على سنانه، بس هنا انا برضو بستخدمها، بس برضو بستخدم خامة مختلفة تماما عندي.